مرحبا والله يسعدك، لأوقاتكم كل خير. اليوم إن شاء الله بنشوف مع بعض كيف نزين هالمجموعة الحلوة والرائعة من كوكيز الأعراس. استخدمت كوكيز السكر، عجينة السكر والغوايل الآيسينج، كلهم سبق ونزلت طريقتهم في الفيديو، راح أحط لكم الروابط بصندوق الوصف تحت. عملت مجموعة زهور بعجينة السكر وبالغوايل الآيسينج، قطعت الكوكيز من غير قطاعات لأنها ما عندي، راح نزل لكم الخطوات بالتفصيل بفيديو تاني إن شاء الله. قبل ما نشوف خطوات التزيين، عندي لكم مفاجأة كتير 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 حلوة، متأكدة أنكم راح تحبوها، واللي هي مرحبا معكم ميد بالبيت. اليوم عندنا مجموعة كوكيز للأعراس بتجنن، اشتركت مع الفنانة الرائعة آمال المزرياحي وحبينا أنا وياها نعملكم كولكشن كامل متكامل. استخدمنا فيه أغلب التقنيات المعروفة لتزيين الكوكيز، استخدمنا الرويال آيسينج تقنيات مختلفة، استخدمنا الفوندنت، دخلنا لها الشوجر فيل أو دونتيل السكر، بنفس الوقت الورد كان معمول شيء من الفوندنت وشيء معمول من الرويال آيسينج. فإذا حابين تعرفوا كيف طريقة تزيين هاي الكوكيز الحلوين، اضغطوا على اللينك اللي طالع بالكم هلأ بياخذكم على قناتي. اهلا وسهلا فيكم تشرفوني. بنفس الوقت لا تنسوا تعملوا لنا لايك واعجاب وشير وتشتركوا بقناتنا انا وامال. وحبيبتي امال تسلمي لي كثير، انا كثير كثير تشرفت بالشغل معاكي وكثير استمتعت بالشغل، فشكرا لك كثير. باي. الان راح زين شكل التورته. مثل ما انتم شايفين عندي نفس القطاعه لانه راح احتاجها للتقطيع، وراح استخدم هذه طبعا مثل دائما. نفرد العجين، اوكي، ثم احدد المكان اللي ابغى تجيني. انا حابه النقشه تجيني مايله، اوكي، فراح احطها بهذا الشكل زي كذا، ثم امرر عليها مره واحده، يعني ما اجلس رايحه راجعه. بيطلع عندي الشكل زي كذا، اوكي. راح ارجع اقطعها الان. انا حابه بس هذا الدور يجيني بالنقشه زي كده، راح اعمل هذه الخطوه واللي هي قطعتها، اجي هنا راح الصقها على حبه الكوكيز، طبعا نحط شوي من الماده اللاصقه هنا زي كده، الصقها يكون عندي هذا اول دور. اشتغل الان الدور الثاني بنفس الطريقة مثل ما انتم شايفين، انا حبيت اعكس الطريقة لانه من هنا ماشية النقشة مثلا يمين ومن هنا يسار. طبعا بعد ما انتهينا اي شيء عندنا زائد ببساطة بواسطة المشرط. الان راح لصق هذه الورود، طبعا انا راح استخدم الايسين الابيض لاننا مشتغلين فوق عجينة السكر، فالافضل نشتغل بالايسينج احسن من المحلول خاص بالتلصيق زي كده. طبعا نسبة التلصيق لصق زي ما نحب. أنا هنا مستخدمة لونين، حاول أحط من الاثنين زي كده. عندي صغار راح احط داخل هذه وحدة بيضة تعطي شكل حلو زي كده الورود. هنا انتهيت من تلصيق الورود، انا اشوف هذه الكمية كافية. الان راح نجيب الايسينج لونه اخضر، ثم نبتدي نعمل زي ورق هنا بين الـ بين الـ بين الورود. طبعا ده حاسين هذا الراس صار كبير، نغيره ونستخدم راس اصغر حتى يطلع عندنا الشكل متناسق.
أو إننا نحاول نعمل ورقة صغيرة يعني نتحكم بحجمها. أنا الباقي رح أغير الرأس لأنه هذا أحسه كبير. أوفش. اوكي زي كده صارت عندي تقريبا جاهزة. الآن هذا المكان اللي فيه الخط اللي التقى فيه العجين ببساطة نعمل زي كده نقط بالايسين الابيض. اوكي هذه النقط حلوة نغطي المكان اللي فيه التقاء العجين، وايضا بيبرز عندنا كل دور. خلاص بهذه الطريقة صارت عندي الحبة جاهزة مثل ما انتم شايفين. مثل ما انتم شايفين هنا انا فردت العجينة بنفس الحجم اللي احتاجه لهذه القطاعة. جهزت هنا عبارة هابي ويدينج. اوكي ثم راح اضغط، خليني اضغطها زي كده بالنص. تطلع معانا بالشكل هذا مثل ما انتم شايفين. الان كله رح نعمله رح نقطعها. دائما العجينة ما نخليها بالهواء لانه بسرعة بتنشف معانا، حطها زي كده. اجيب الشكل هذا طبعا نلصقه، اخذه واثبته على حبة الكوكيز. طبعا في البداية احطه براحة بعدين اشوف اشيله واعدله زي كده. اذا شفنا في مكان انه طالع اكبر عادي فينا نقص. هذه هي، ثم احط العبارة زي كده واضغطها بشويش. هذه هابي هلا ودينك. تطلع معانا زي كده. في هذا راح استخدم هذه الاشكال. اوكي حتى هم نلصقهم الايسينج، بس هذه لانها ابيض ابيض راح اعمل جواتها زهرة بيج وبعدين احط كمان واحدة بيضة لحتى نكسر البياض زي كده. ثم اخر شيء ممكن نحط فيها بيج او ممكن نحط نفس اللون هذا اللي عندي في التورتة. ليش لا زي كده. اوكي احتاج اني اثبت هذه القطع كمان شوية ايسينج هنا وهنا.
انا عملت حتى حجم صغار من هذول، اجيب منهم. طبعا نستمر في التنسيق زي ما بنحب. المهم مثل ما تسمعوني دايما اقول اننا نحاول نعمل شكل متناسق. اوكي، زي كده راح اطلع شوية ورق. هنا واحدة خلاص. انا اشوف انه هذه لغاية هذه المرحلة وكفاية تزيين، ما محتاجة زيادة. حبيت الكوكيز اللي راح اشتغلها اليوم، ما كانت عندي قطع، ولكن عملت باترون الفستان وقطعته على العجين. الان لانه هذا الفستان في ايادي، محتاجة اعلم مكان الايادي. مثل ما انتم شايفين هنا، مجرد اني فرغت مكان الايادي لحتى اقدر اعمل علامة زي كده. زي كده. ثم هنا محتاجة احط موديل الفستان كيف راح يجي. فمثلا هنا عندي وردة كبيرة، بعمل واحدة هنا مثلا، واحدة هنا، واحدة هنا. عندي هنا العجين بعد ما فردته، راح قطعه شرايط. صراحة انا احب استخدم السكين الكبير او العجلة، بتعطيني تقطيع اسرع يعني، وشكله زي كده. نعمل الشرايط. اطلع الفستان الاقيه مكسر. يا ذي الحظ. مو مشكلة. عندي هنا قطع عجين بعرض تقريبا نص سنتي، هذه محتاجة اني اعمل فيها رفل زي كده. لما امسكها كده بشكل مقوس تعطيني احسن. طبعا العجين السكر دائما يفضل اننا نفرده ونعمل له رفل مباشرة. بهذه الطريقة استمر لحتى يعطيني رفل كتير زي القطعة اللي عندي هنا. اوكي، نقلت حبة الكوكيز على هذه حتى اقدر احركها براحتي، وبنفس الوقت حطيت هنا شوي ايسنج لحتى الصقها. هلا نبتدي نلصق الرفلز اللي عندنا. اوكي، طبعا نكون نعمل رفلز بالكوكيز، نبتدي من تحت لفوق. زي كده. شوي هنا كمان. طبعا هنا في البداية جالسة اقطع فقط، وبعدين راح ارجع لحتى اعدله افضل. اوكي، طبعا راح استمر بهذا الشكل، بس راح اخلي المكان اللي فيه الدوائر ما احط عليه رفل.
الآن في هذا المكان اللي خليناه رح نعمل زي وردة بالرفل، زي الشكل اللي انتو شايفينه هنا. في البداية نعمل وردة بالرفل، ثم بنرجع نحط داخلها وردة ثانية. يدي كله بالسكر البودرة. اوكي زي كده. نحاول نفهم، هما دورين بس يعني مو كتير، بس كده كفاية. اوكي بعدين اجيب زهرة في البيج، فدر عندي ولا لا؟ عندي كبار. اوكي زي كده احطها. اوكي ثم داخلها احط واحدة من الزهور هذه. هذه استخدم الايسينج افضل. اوكي مثل ما انتم شايفين هنا اخذت باترون الفستان وقطعت الجزء اللي انا احتاجه اغطيه بعجينة السكر، ثم اثبته لان ابغى لما اشغل الوردة الكبيرة ابغاها تطلع لي على حافة الفستان، لهذا نشتغل الفستان بالاول. طبعا اي زايد بنقطعه ما بنخليه. هذا الشكل. اوكي زي ما انتم شايفين كده تمام. طبعا اذا حسينا سطح العجينة ما هو ناعم ببساطة قطعة عجينة نعمل زي كده لحتى ناعمه، لانه بتعرفوا بقى حركة الايد يفضل به زي بصمات. هذا هو طبعا. ثم بنلصق اخر وردة زي كده ونحط جواها وردة ثانية بالايسنج طبعا لحتى تمسك مزبوط. عادي لو كبرتوا الايسنج جوا فبيطلع من الجوانب لونه ابيض حلو، فلا شيلوا هم. خلاص هذه المرحلة اللي وصلت لها. طبعا الكوكيزة مكسرة لهذا ما اقدر ارفعها على راحتي. الان بواسطة العجلة اعمل زي درزة الخياطة. اوكي هنا من عند الرقبة شوي. انا هنا سبق وعملتها مثل ما انتم شايفين. اوكي زي كده. في حركة الان رح اعملها بما اني رح اشتغل ايادي بالايسنج، اذا تركت هنا عجينة السكر لما اعمل عليهم الايادي رح يجي جدا مرتفع، لهذا اجي بس للمكان اللي رح يكون فيه الايد زي كده، اشيل شوي من عجينة السكر يعني ما اخلي هذه الكمية مرتفعة على هذه الدرجة. اوكي الان رح اعمل الايادي بالايسينج. انا رح اشغل ايادي على مرحلتين، رح استنى على هذا ينشف ثم اشتغل الكتف لحتى ما يجي قطعة واحدة. اوكي خلاص زي كده، هذا نستنى عليه ينشف. انا راح اشتغل هنا بالورود على ما ينشف شوي. الان راح اضيف نفس الورود اللي استخدمتها بالشكل هذا لحتى اعمل تناسق بالشكل لفستان العروس. ببساطة عندي وردة زي هذه كسرتها اخذت منها بس جزء زي كده. اوكي فأنا عملت هذه هنا لحتى أخفي الإيدين لأنه مثل ما شفتوا ما عملت الإيدين. أوكي زي كده.
ثم نجيب الورد، عندي هنا وردة. اوكي، نعمل كمان هذا الاوف وايت. طبعا احنا ننسق زي ما نحب، هذه كبيرة مو هذا الحجم اللي ابغى بس هذا. اوكي، مثل ما انتم شايفين كده. ثم داخل كل واحدة بحط زهرة بيضة، هدول الصغار مرة. تعطينا أبعاد حلوة للزهور. بعدين بشوف هل أحتاج أضيف زيادة ولا لا. أعمل الآن شوية ورق لأنه هذا بوكي عروس، حلو يكون فيه شوية سنة شوية لون. شوفوا هدول لو أردت أحط شوية ورد في البداية بيكون أفضل. أحط الورقة في البداية، بعدين أجيبها كده، شايفين هيك أحسن. طاحت حبة الكوكيز. آخر شي راح أكمل بقية الفستان زي كده. مثل ما انتم عارفين كوكيزتي مكسرة ما اقدر احركها، هي خلاص زي كده بتكون صارت عندنا جاهزة. هذا هو الشكل النهائي مثل ما انتم شايفين. بعد ما نشف الايسنج اللي حطيته بالايادي، جيت هنا وحطيت شوي نقط بالايسنج الابيض، وعملت كمان شوي حافه للفستان. الحمد لله مثل ما انتم شايفين حبه الكوكيز اتماسكت، لهذا دائما يتكسر. حطوا شويه ايسنج وخلوا لا تحركوا بس ينشف يصير متماسك معكم. هذه اخر حبة كوكيز في المجموعة، فردت هنا عجينة السكر، راح اضغط عليها هذا الشكل. زي كده. ثم بنفس قطاعة الكوكيز اقطعه. ونلصقه مثل دائما. نجيب هنا زي كده، خلاص بالشكل هذا. عملت قطعة رقيقة من العجين، جلس على الصخرة على حبة الكوكيز هذا الشكل. بعد ما ننتهي قطع الزايد، ثم نجيب هذه العجلة الرقيقة مرة، أحاول أعمل أو الوسط أعمل خط زي كده. أثبتها زيادة بالمرة تعطيني شكل حلو. مثل ما أنتم شايفين أنا أضغط تتحرك معاي، فإذا طولت معاكم أكثر من اللزوم ببساطة خصوا الزايد زي كده. عندي هذه القلوب، بها راح اعمل الفيونكة حق الهدية ببساطة زي كده. ثم ارجع للوسط واقطع منها قلب صغير، يطلع معنا بهذا الشكل. نعم، حوافه شوي. راح لصق هذه الفيونكات، وانما ما راح لصقها مسطحة بحيث انه راح ادهن زي كده. حتى الفرشات اجيبها هنا، يعني الصق اول طرف ثم الطرف الثاني، خلاص بهذا الشكل.
حتى القلوب الصغيرة اللي شلتها من الوسط راح ألصقها هنا زي كده. المشكلة هذه صغيرة. اوكي هذا عملت هنا هذه الشرايط اللي جدا رقيقة، راح اعمل زي لفات نازلين من الهدية هذا الشكل. اخر شيء لصق نفس الورود اللي استخدمتها بالحبات الكوكيز الثانية، يعني نشتغل بنفس الالوان نفس الاشكال حتى يطلع عندنا تناسق جميل بالقطع. اخر شيء راح اعمل هو اضافة شوية لون اخضر على شكل ورق صغير زي كده كفاية. خلاص هذا هو الشكل اللي بنحصل عليه. ان شاء الله تكونوا حبيتوا شغلي لليوم، ولا تنسوا تشوفوا المجموعة الرائعة للميد بالبيت لانها عن جد تستحق المتابعة. الله يسعدكم يا رب، وثانك يو، باي باي.